هاي جايز، غينا ملابس اليوم. خشوات الشواهب الشوكليت. صح، واخيرا بنصور من مطبخ. من زمان ما صورنا من مطبخ، صح؟ من زمان ما سوينا اي فعاليه في المطبخ، صح؟ فعاليات يعني نطبخ، ها؟ المهم يعني كاصي من زمان ما صورنا من المطبخ، كنا نسوي نطبخ اول شيء، نسوي اي شيء سخيف نصور، صح؟ فالمهم قلنا قبل ما يخلص الشتاء نصور. شو فيكم؟ المهم فقلنا نسوي هوت شوكليت. من زمان انا اقول يلا بسور بنروح مطبخ بنسور هوت شوكليت، بس واخيرا يا يوم بنسوي هوت شوكليت. انزين، وكيف بنسوي هوت شوكليت؟ وايت سمبل. كوكو باودر. يو كوبي مي. اوكي، ما في هوت شوكليت، يلا باي باي. المهم الانجريدينتس وايت ايزي. عندي هني كوكو باودر والحليب. انا بسوي وانا شيخ سامة ويت عشان اخبرهم. انتو شو بتسوون؟ نقصن؟ لا مو بتقصن شيء. انا بعطيكم تزينون كب. ها سلامة كب. ايوه بعطيكم كب وانتو تزينون زينون الكب مالكم. بعطيكم تشوكي بعطيكم مارشميلو. انزين الحين بسوي لا سلامة يو سلامة. صح انا بكتب. هذه رأيت مشاكل. هذه رأيت مشاكل. المهم هلا بكره شو اسوي؟ شو عندك تصوير في المدرسه؟ graduate. ايوه بتخرج من جريد كي جي 2. لا كي جي 2 بتروحين جريد 1. فالمهم هذا نذر، هذا ان شاء الله بصور حقكم بعد your graduation ceremony. I think بكون بعد العيد. I think بصور حقكم ان شاء الله. بتكوني لا بعد العيد بتتاخر. يعني صح، عيد بعد 5 رمضان، بعد 5 days. بعدين بنصور اشياء نسوي في رمضان، سمبوسة. اوكي هذا اليوم كلينا. وصح بسوي الرول خلاص سويناه. بعدين بنسوي جيلي، نصور ان احنا نسوي جيلي. شو رايك؟ السوالج حلو، تعرفين نسوي. انا مره مش مال مطبخ. اي دقيقة هذا اللي اسمه ما كان يسويه. بالا اكل اندونيسي. أيوة صح، بالا صح. بنشوف بس اللي سمبوسه صح، جهزت سمبوسه جبن. بنصور معاه، بنصور يوتيوب، بنسوي سمبوسه دي اي، وبعدين بنسوي جلي. سمبوسه. المهم هذا بنشوف بعدين ان شاء الله. الحين ليتس فوكس اليوم نسوي هوت شوكليت. اوكي فهمتوا؟ عادي كل حد يقدر يسوي. المهم ليتس ستارت، ليتس جو. زين الحين عطيت حكم كوب عشان يزينون كوب هوت شوكليت مالهم. المهم شو عطيت حقهم هني؟ الكوب، التوكي توكي، واهم شيء مارشميلوز. وانا هني خليت حليب وبحط فيها كوكو باودر. شو فيج؟ عادي انزين. حليب يطيح. المهم يلا يا قلبي شو تسوي يا حبيبي شو تسوي؟ قاعد يلعب. المهم يلا زين، لا خلاص ما بيطيح الحين. دقيقة خليني اوكي عادي عادي يلا حبيبي. الحين انتوا زينوا كوب مالكم. اوكي شوفي هذا، الحين ببطل انا، الحين ببطل بوزعكم نص بالنص. تريوا الحين خليك زين. انزين وزعت نص المارشميلوز. شيخة وسلامة اسمعوا شو بتسوون الحين، خبروني. give me ideas. شو بتسوون؟ لا هذا خلي اول شيء ديكور يور كوب. انا اقول كيف تسوون. حطي شوكي هني فوق. انزين وستيك المارشميلوز فوق، لازقينه شي فوق شوكي. شو رايك؟ حلو زين يلا اوكي. بس اول شيء زيني الكوب. بتاكلون كل هذا؟ بتاكلون خرابيط انتوا؟ يلا انا خليه. شوفي براوج اشوف، اعطيني انا ايوه فوق، لا من داخل.
شوفي بخبرت شوفي اعطيني اعطيني دقيقه صعب اسوي زخي الكوب شيخه زخي الكوب كوب ايوه كذي سوي كان قاعد تحنين كذي بعدين تحطين شوفي كذي داخل فوقه قصدي اوكي عرفتوا سلامه انتي بطلي شوكي شوكي اول شيء انزين سلامه بطلت والله يلا ستارت قاعده تحني حق حد زين يلا وانا حطيت كوكو باودر في الحليب خلاص صديني دقيقه يا اشوف انتي ما بطلتي عدل عشان شي ما قاعد يطلع ها يا الدبة ها نسيني الدبة يلا انت سوي او ماي جاد سلامة لفيت نفسك مودي سوي لي يلا الحين بسوي زي الله الحين بسوي لك يلا زين شوفوا شو سوينا الحين حطينا كاكاو فوق الكب كاكاو كاكاو ايوه كاكاو شوكليت انزين الحين شو نسوي؟ خلي شو تسوي الحين؟ خليها ايوه يلا اول شيء شوفي كذي ليش احسن نخلي هذا هني وبعدين نخلي كذي فوقه نزكته اشوف خلاص ايوه بس كذي بس حطي اثنين ستروبيري وفوق الهوت شوكليت حطي مارشميلو شو رايك؟ خليت يلا يا ولد الله الله عليك يا سلام خلاص حل حطي في النص اوكي حلو ما سلامة بنشوف مال ديكور بالون بيطلع احلى شيخة خلي خلي انت كيفك وهي كيفه شيخة اهم شيء ما تنطفين ملابس حبيبي لبسي بيجامة حتى نامين بعدين بكره روضة لازم نبالغ حبيبي شوي شوي عشان ما يطيح خلي واحد هني بس وباقي بخليه داخل مش ها اوكي ف كذي مال سلامة اوكي احد خلاص حط شوكي داخل الحين وشيخة انتي بعدك ها وبخلي كذي ترى حلو ولي حلو صح يلا بس بيطيح الداخل وي شيخة حطي شوي شوي انزين يلا نحط حط شوكت الحين داخل نعم يلا شيخة شيخة نزلتي وايد حطيتي وايد ايوه ايوه صدق عاد ما تخلنا في ملابسك اهم دقيقة يلا الحين بحط حط شوكت داخل يلا زين زين فهذا فاينل لوك مال حط شوكت شيخة خلي بقناة حلم مالي ولا حلم سلامة قصصة خبروا مال من أحلى مال سلامة ولا شيخة أوكي وهذه مال أكيد عادي 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 الشيخة هذا مال سلامة دقيقة كوب وايت حار إيه الله يا سلامة الله الله هاي أخت هذه بروحة يا أوكي. ولد يا ولد يلا كيفكم الحين هذا هو مال شيخة أوكي تقدر أوكي بيذوب ترى ها لأنه هو شوكت وايت حار حق حق اثنين حلو بعدني ما حطيت الفيديو يا طيبة لا لا سامو ويت حار خليه يصير بارد حطيت مارشميلو داخل اوكي كلي وهذا مال شيخة الوضع الطيحني كله سكر كله سكر وبس 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 والله هذا كان الفيديو انزين قلنا نسوي شيء فعالية في المطبخ من زمان شو ايش في هذا يا اختي ايش قاعد شوف شو صار دخل داخل يا مالي قاعد يا رب التقاعد شوفوا مالي اثنين حبة دخل داخل واضح انه ماكلين سكر واضح المهم بنسكر هالفيديو قلنا نصور مرة ثانية شيء حتى انا اللايك المهم لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير باي باي.